هل وياكم يا لذ العيش. من لحن رافق العراقي في رحلة أشواقه للذكرى إلى لحن الوداع الأخير قبل الرحيل، من لحن ترنم له السامع. ما بيعوفا هلي، ما بيعوفا هلي، لكن الموت حق ويجبر صناع التاريخ على أن يرحلوا يعوفون لشريط الذاكرة من عزف لحن الكلمات العراقية الأصيلة من مكتبة الموسيقى. رحل محسن فرحان شيخ الملحنين العراقيين عن عمر يناهز 75 عاما، تجرعها في أعوامه الأخيرة برحلة صراع مع المرض. منصات التواصل الاجتماعي ضجت حزنا عميقا على فقد فرحان الذي فارقت روحه الحياة في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد. يعد فرحان من أبرز ملحني الأغنيات العراقية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث صاغ الكثير من الروائع الغنائية أبرزها غريب الروح لحسين نعمة، ويقولون غني بفرح لقحطان العطار، وعشرة عمر لفؤاد سالم، والبارحة وعيني عيني لسعدون جابر وغيرها. رحيل جديد إذن من قاموس الزمن الجميل، يغيب عن شمس العراق فتخلده الألحان والكلمات تماما كما تخلده الذكريات.